الحمداني أشار إلى أن الجانب التركي أبدى استعداده للتعاون مع العراق بشأن الحصص المائية، لكن الجانب الإيراني لم يستجب رغم اتباع كل السبل الدبلوماسية، داعيا طهران إلى تقاسم الضرر وعدم احتجاز المياه في خزاناتها. وصلنا إلى تفاهمات إيجابية مع الجارة التركية، حققنا ما لم يتحقق من قبل أكثر من 40 عام. تمكنا من التوصل إلى تفاهمات فيما يخص الحصة العادلة والمنصفة للعراق من نهري دجلة والفرات، وبقى أنه الجانب الإيراني نأمل أنه يستجيب. للأسف لم نرى أي استجابة من الجانب الإيراني لحد الآن. نأمل حسن الجوار، العلاقات، مبدأ المصالح المتبادلة ما بين العراق وإيران قد نصل بها إلى نتائج إيجابية في طريقة التعامل في ملف المياه. نعم، الشحة موجودة في إيران والعراق وتركيا وسوريا، ولكن هناك مبدأ دولي يسمى مبدأ تقاسم الضرر. نتمنى على جارة إيران أن تعمل على تقاسمنا الضرر في هذا الموضوع، لا أن تحتفظ بالمياه في خزاناتها وتترك الدولة المصابة العراق تواجه مصير.